اليوم العرس الاخ واجه كاو راح يتزوج العرس اليوم ان شاء الله راح نفتح عموده تلحس اجري بدي يفتح اجري طبعا هذا هو الخواجه الاساسي ملك الخواجات صار بيك كاو نعم ماذا تفعل هنا يا اخي انني اجهز نفسي للحفل للحفلات حفله الزفاف الله حيو الله حيو لك انا الفقير ما في معي ولا ليره شوفني ما بتشتري لصديقك يا كلب ها صديقك بنطران عليك خلاص ابو نقلك انا هون بدي شاف جبت ابو نايه ايوه هذا جنب انا والله تجوز قرفتك بس ابو تشيك يا اخي نمر لا لا اوه سابو اقول لبسي منا شغل قربات انا ليه بس هو شغل خواجه طلع انا مشي معه مرافق انا طلع المنظر فقير ما في اذا كان بيجيب ما اشتري مسدس كمان اشتري مسدس لالي لك المرافقه تبعك الخاص عمودي نعم إيه كاني هاي كمان بده شوي ولا لا نظامي حلو نظامي حلو والله يحميك يا رب شوف هيك اوكي هي اجى على ياس يا حمودي